بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، باب سجود السهو. ولي وحن كجرنا كتاب الصلاة، كتاب في الصلاة ده الشيخ وحياه بنا بكسو عضلي صلاة كساب سن شروط تادي أركان تادي واجبات كذي سنن تادي مكروهات كذي مبطلات كذي بركة وصلاة دي وحبلا وكسو حالي وصلاة دي ونصاب بري بركة قفك وتكنهي وحصور قلع إن وكدع هلمان سوى صلاة دي كجرة وحلمامه إنه وحكو زيادية إنه وحكو نقصانية سلاديس إنه الشك كل عقل مركا عدي حالة دان سؤال عضا يسوى قفكي سلادي كجرة محال ليه ليه مركا باب سجود السهوي أيو ما عرقتي عالكان ونوغش الحياة باب سجود السهوي سجود السهوي معناه بو وسجودي هلمانك هلمانك يعني قف ملك وحلمامه وصلاة كاملة يعني تاسبا ملك سجوداس سجوداس وسهودا هي أحكام تالي ويح لحريري أيها الكن وكجليا سجود السهو ورد السهو وحل يعني النسيان والغفلة وظهور قلبي عن معلوم المانك قفه كرعه وقلبي يسوء تغه ومركز أيال إلى ذا سهو وهلمان المان قفه كوي مالوه لكن هل كان يعني وحلقوا عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته سجد يعني سهو ذا وحلقوا ذا لبرك على لبس سجودك وقفك تكن أي سجود أيه سو أكبه خلل كي كل عي سلاديسا خلل كي كل عي سلاديسا بركة سجود ده سل لبدا سجودك وقفك ولا إيمان أيه هذه خلل أما وحكي ما ده سلاديسا النقصان وحكي نقصان أما حكي زيادة أما شك وإيمان لابد سجودات أو لا إيمان هي لابد سجودات أو لو كبا يخلل كي أما وحي جلي صلاة أي سجود سهو لنا سجود أسمارك سيد ضابط والشيخ كعب دونا أسباب تهدا إيو ماشى سجود هسي ماشى هذا أما مكان كذا قرما لسجود يا إيو سجود ده سواح لو كما إنه تي واجبك واجب لقتك يوم من واجبات الصلاة أو أما سنة صلاة سنة الصلاة ده كم ده لكن هدي ركن لقتك أفرى طبعا كي ركن يعني صار شغلي سجود السهو لو ما كما يوم ركن جل لي ماذا يعني سجود السهو بس كذا بس كي يعني ما عرفتي سجود السهو يوم لو كما أو ركن جل لي إيمان ما أنفعس. مركا ورا عن دول مرنا بعكا. وفيه ثلاثة ضوابط سجود باب وسجود سهو سدح ضابط وشيخ وشيخي سدح قاعدة الضابط الأول أسبابه ثلاثة أسباب تا كينيس سجود سهو هو سدح نقص نقصان كل عي صلاة لب زيادة زيادة كل عضي صلاة ثلاثة شك كل عي صلاة سد على ضابط أي 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 معركتي أي إيماني سامعرك سجود سهو مركب الضابط الثاني ضابط كلابات وحوي مع محله محل سجود السهو سجود السهو إذا ماشي سي قورما لسجودة يا قورما
كو إن كان عن نقص حدي سبب كلو سجود هاي وياي نقصان كل عي صلاة فقبل السلام وفك أنتو صلاة سلام تكبحين صلاة تكبحين والسلام نقصانين يا أنتو صلاة نقصانين أيو سجود الإيمان لو بدي سجود مكوا تحيات كده ما يه لو بدي أربو سجود يا مركز كدبو صلاة سلامتي صلاة كبحية وهذه النقصان سببك وياي سجودك أنت وإن كان عن زيادة حدي زيادة وياهينا كل قد مثال مثال هذا الشيء قد وأنا يتصالوا يمكن وإن كان عن زيادة سبب كسجود كان يدي وزيادة يهاي شيء زيادة كصلاة الدرت فبعد السلام مركو صلاة كبحوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينهى الله تحيات صلاة وصلاة وكبحوا جو هذانا سجود يا الله بجر هذانا وصلاة يعني وصلاة من نقصنا يا مركل وإن كان عن شك حدي سبب كان سجود أي تشك قف كوي من صلاة دي سدح ذا سدح ركعمي أنت كذا مسافر بوكشكي سوى صلاة دور تكناي صلاة ركعة ما تي سدح حد بقى مسواتي عفرات صلاة سو كذا أما وحى سدح ما سوت كذا وتنتي عفرات مية مسواتي سدح حد بوكشكي فلو حالة تاني بركة الله بحالوي الأول شك مع البناء على اليقين شك أو يعني يقين يعني شك أو مع البناء على اليقين ولا صعبة يقين وحلو قد سيئ مثلا شك عدم بوحير متي أفراد ما مسواتي تنهد عد عن أكعي متي أفراد ما مسواتي سدحات صار وكله يا تن أفراد ها أما تنسدحات مركا تن أفراد شكوا كجرة يعني تنسدحات وهو إنه تكذي كذب مد سدحات بكذا جاية تو أفراد بكذا جاية كذب سجود إلى إيمانية كذب سجود إلى إيمانية وحنا لا إيمان سجودة أنتوا صلاة كبحن قبل السلام الثانية طلبات شك مع التحري شك ولا صعبة دلال ترى دي لحظة دي بروح كش كشكي يعني محوها إنه مركو سجود كاستاجي محوها مع مركي ركوع كسو استاجي سمع الله لمن حمد ويل وسوي استاجي إنه يل سمع الله لمن حمد إنه سمع إنه سكع مصي مثلا يعني بركة واجب من واجبات الصلاة وكتري بركة لكن مركي ودلال الشك كذب دلال يوفيرس الشك كذب وحقوم وقتي إنه الليم بركة سنة شك جا سببتي سجود سهل ولا إيمان يا لكن سجود هذا بعد السلام بين قنيسة ففي الأولى من ظهر أو شك أو مع البناء على اليقين قبله يعني قبل التسليم يعني قبل السلام سلام تكون أي الإيمان وفي ثانية بعده الضابط الثالث ضابط كسدحات سجود ساوي سجود ساوي يجبر وحكبي الواجب واجب من واجبات الصلاة كمدة والسنة يجبر الواجب والسنة أي سنة شيء سنة أما قوله نظام فعل أي كبي ولا يجبر كبما الركن ركن كبي ماي مركو اينا كلا قرنينا محا ركن اما حوا دبا دون قنيسا قفل باب ركن واجب اينا كلا قرنيسا بل يجب وحواجب الركن الاتيان به الا لي ماذا هي واجبة واي مركا ان فاهم مركا وحامل السجود ساوي وسجود لري ماذا ان لو كبو خلل كيمت صلاه او خلل كاسين او كسب سني هاي واجب كي سنضة الواجبات واجبات الصلاة أو سنة الصلاة. مركو حنكمل الله بين أسبابه أسباب تكينس. سبب هرت محلي هذا. سبب محلي هذا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وح إسقى هدي له له. ها وكبر لنا هيو وح وصوب وياه. هدي إسقى لو هينا وكبر لنا وح وصوب نقول له.
تصالة هان قرح دعا قرح دعا على السبب وحوية هاي صلاة المغرب إنه واجب تاه حدي مركا قرح دعا دعا صلاة المغرب وإن لتكذا واجب يعني قرح دعا وحي سبب ويا هاي صلاة المغرب مركا صلاة المغرب كان واجب إنه قرس إن ليما لكن هدي أن قرح دعا صلاة المغرب إنه لتكن كرا مايا ومن عدمه سبب كهدي اللوايو العدم بكذا لنهين صلاة المغرب عن الاسكرابين أو وقت ناس إنه تكذا أين نهين أسباب سجود السهو مركا وحين كب حين مت كم إذا سد أحد حالات نقص نقصي نقصي وحويان صلاة ديبان نقصان قلي وحوا كدمن كدمن فإذا نقص المصلي من صلاته شيئا قفكي تكرى هذه صلاة دي كان نقصان شيء كأن يترك التشهد الأول التحيات كي هرع سقو الظهر تكرى أيو كإستاغي ما بأخر ما تيز ركعات سد حاد بو يستاغي فاتحة دي بو قلي فاتحة المرحة دي وقلوا أنه دب صور نقون ما صور نقون هاي يا محايا لهذا الركن أيو كجرة سوى الركن كجرة واجب ما صور نقون هاي مركوا إنه صلاة السيوتة ولكن مركوا أقادي إنه كتغي سجود ساو إلا لي ما ذا تحياك وكسر التغي حيا الله بايا أو غير ذلك ويحي لمده فيجب هذا سجود ساو مركوا نقصي قواكا صلاة مركوا حان نقصان كأه وكما قم التحيات كي هوري الركعة اللبات لا لا إيمان أي مركي لبات سجودات كده قوله زيادة ويرنا وكذا من أسباب سجود للسهو الزيادة في الصلاة صلاة دي ما زيادة لوليم زيادة اسمع حكم إذا مثلا مركو تكذي لبرك عدد بوح وما لينو أفرك عدد تكذي صلاة دي مكبح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحلو شاقي صلاة دي لبوم باتوكتي مركاسو استاغي لبرك عدود وكالو كدري مركاس ساق أهنا وحاوي سجود ساوي أيو لا إيمان إياه محايا لي زيادات زيادة محايا تهي صلاة دي لبجر بتسليم صلاة لبجر تسليم الأولى سلام نقصي قهرة وزيادة تنضمب وتي صلاة لغة بحلها شك تنسد حاله وشكي وكذا إذا شك المصلي في صلاته قفك تكره دو صلاته سكشكيه فإنه يشرع له السجود للسهو سجود إنه السجوده أي الله جدي تاسونا وحوية يعني الدلاء أي تصد وحيا بها صدنا قوله محل سجود السهو ماشى سجود السهو إذا غورما للسجود بوس كذي واحد أي موضع السجود السهو وقد اختلف أهل العلم هذه المسألة على ثلاثة أقوال علماء حيسو خلافين ماشي سجود السهو يعني بوس كذا سد حقول أبو حنيفة يا أبو حنيفة رحمه الله وحول سجد سجود السهو ولا جدنا صلاة مركي اللي جبحه والتحيات التحيات ستو صلاة كم بعد كذب على لي ماذا مروا البابا سلاس ويه مروا البابا وسلاس شافعنا وحيري قبل السلام صلاة انت اللي قبح المركع التحيات كده ميزو أيوب على لي ماذا أسألنا حديث بود أبو حنيف وحد دليش دي حديث ما إيمان دونه حديث ذو اليدين شافعنا حديث ابن بحينة أيوه دليل شذي مروى البابا صلاة يعني أنت صلاة اللي جاب حنكار مركع التحيات لما يصلى بس جود الله إيمانه إمام مالك هي رواية أحمد كما هي إمام أحمد أيها هي شيخ الإسلام رحمه الله وسبحانه قراعي أيها وي تفسيريين وي كلاصارين وقتي سلام تكار لسجود أيوه هي وقتي سلام تكذب لسجود أيوه كلاصارين مركا الأمر فيه ساعة أرنكو وسهلية حداد ولقا قبل السلام السجود يا يعني دمله حداد بعد السلام سجودنا سجود ساوي دمله حداد كلا قادو سيدي أي مدن هدا الشيء دون حيو كلا قاد قادنا يدنا دمله ما قرتي يقو حيو كلا قادن حال ذها والنبي عليه الصلاة والسلام ومركي كهرنا وسجودي
قبل السلام مرنا بعد السلام marka laaki hadii qofku uu qabla salaam uu mar walba uu sujuud ka dhigto maxay leey xusuusashada dadka badankooda ay wada xusuustaan xaaladkaasi ayaan sahlanayn sidaa darteed yani mar ma ziyada ma yani maxa yaqiin ashaku maca albinaay cala alyaqiin ba ashaku maca altaxari miya waxa arrinkaasu yani xoogaa dadku uma wada sahlana sidaa darteed هدي قبل السلام وسوى السجودة صلاة دي سوا صح دو بعد السلام وسجودة وها صح سيد مثلا الشافعي وقوه وحويا دائما قبل السلام سلامته صلاة يعني أنت صلاة كم يحن كار سأي إنه سجودة ويا مركب هذا وقوله ويري المصنف إن كان عن نقص فقبل السلام سجود ساوي هدي النقصان صلاة كيمت سبب كيس وياه ها فقبل السلام فموضعها قبل السلام بوس كيدو أما فمحلها قبل السلام سلام أنت لا لا إيمان إنكار أنت صلاة لا قبل حين كهر وي عن عبد الله بن بحينة صحابي اللي رادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي صلى بهم الظهر الظهر تجي فقام في الركعتين الأوليين markii labada rakcadood hore la tukaday buu istaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam attaxiyaadkii buuna u fariisanin walam yajlis mauna fariisanin attaxiyaadkii buu iloobay faqaama annaasu macahu dadkiina way la istaageen xataa idaa qadaa salaatahu markii salaadii uu dhammeeyey oo wantadara annaasu tasliimahu dadkiina ay sugayaan salaama naqsigiisa kabbara nebigu oo takbiirsaday allahu akbar intuu yidhi isagoo fadhiya أيوه هو جالس أيوه وسجد السجدتين لبس سجودات بوتين سجودي قبل أن يسلم أنتو سل السلام نقصين مركز كدي لبس سجودات بوت ثم سلم السلام نقصين مركز صلاة يا دم حاكم معي نقصان ما كنا معي أو تحيات كي هلا با 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 يعني يا مكان سيدا درت النبي قال لبر سجودات بولي من أنتو السلام نقصين واي تسوى عدها طلبات إن كان عن زيادة حديث زيادة أي تحي سبب كسجودنا فبعد السلام فبعد السلام فموضعها بعد السلام بوس كيدو وسلام كذب مركي صلاة صلاة دي لقب وحكذب أي نقول كان وحلو دليش حديث أبو هريرة حديث ذو اليدين أبو هريرة وحي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي نبي قال وحده كذا إلا بدي صلاة صلاتي العشية على قول الظهر أم عصر ظهر أم عصر من الضد والنبي عليه الصلاة والسلام وتجي ذاتك ركعتين بتجي ماشي أفر ركعة ذي لا برك عدد بتجي ثم صلى صلاة دي مكبحي سوى ما كان النبي قال وها يستا محي إنه أفر ركعة تجي ثم قام النبي واستاق إلى خشبة في مقدمة المسجد لوح يعني مساجد ك مقيب تخرج يالي لو حاسبه أنتو يستعين هو عسكري ووضع يده عليها عمال كاسو فريسة قعنتي وصار النبي عليه الصلاة والسلام مركز دتك ولا وضع عاموسي ولا جيدا إن لبرك على دتك كذي وصلاة يعني مركز قف كل ربي أو يري يا رسول الله محاب عيمانت ولا وضع عاموسي وفي القوم دتك وحكم إذا أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه أبو بكر عمر والجماعة هذا كم ذا وحيك وحي يعني وعني ووي كهي بيستير إن النبي قال الله يعني وحيل النبي عليه الصلاة والسلام هدي أصدا يالي طبعا وأجي هاي وحسوسي هاي وحوي على النبي على الوحي بقصة على مركا هدي بأسر أصدا يالي وما بعنا حسوسين بإسراد مركا أيه وكذا بقادر هاي يعني كهي بسرعي أي كأمسان وخرج سرعان الناس دتكي دك دكتة بدنا مسايد قوة كم حين ندو حاجة خري وعرى الدنيا إيو أما بنانك حول وحرين ينو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مركي اللي رالمن تسبيحي وحما أنسو ينو خري كتنقاقاي مركي دتكي دك دكتة بدنا مسايد قوة كم حين فقالوا دتكي وحير هذا أقصر الصلاة وما أنت صلاة دمية لجابي هوستي كمان على صلاة ما أنت مية لجابي وحكر إلى هذا الملك وفي القوم رجل يدعو النبي
صلى الله يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ذاتك وحكمي ذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكما قعاب جري ذو اليدين أو ذو اليدين معناه قعمد وقعمد دير ديرا قعمد ديرا مركا ناينيس تيسا ساس أي ننكي با فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ما أنت صلاة دمية لقابي مسعدقة اللوبي فقال النبي وحينا لم أنسى ولم تقصر من أنا إلو من من لمن قابل صلاة محاذا عيد محاذا الكاوتري فقال وحير يا ابو ذو اليدين بلى قد نسيت هدي سلا تهي وحاموقة رسولك الله إنه إلو ذي مركا النبي واهب صديقا كما يقول ذو اليدين رواية كان وركا ذو اليدين مربا سلا وشيغي مركي لو عدي النبي واهب سلا وشيغي واهب فصلى ركعتين لبرك عضوض بوتو كذي وكلا ثم سلم صلاتي صلاتي وكبحي بركة ثم سجد أدنو سجودي مثل سجودي سي وكلا أو أطول من متكدر ثم رفع رأسه مدح كرسه قال فكبر ثم وضع رأسه أدنو مر لبعض ودقي فكبر وتكبر ثم سجد مثل سجودي يعني سجودي لبعض أو أطول ثم رفع رأسه مدح كرسه قال وكبر وفي رواية ثم سلم مركي صلاة وكبحي ثم سجد سجدتين بسجودي ثم سلم صلاة ومركز كبحي مركي وحالك وحالو دلي شنية صلاة إني كزيادة يعني شيء زيادة التسليم الأولى تسليم ظهر يعني سلام النقص ظهر وشيء زيادة كوا هذه مركي زيادة يجي تقول ما نسجودي تفسير كلام كلام قاضي دان أفكي سيداس أفهمي مركي أو سلامت كذب أيال الإيمان قوله وإن كان على شك فله حالتان شيخ وركي سوي لهدي قفك وشك درته وأسجود إلى رح على ضدوي الأولى شك مع البناء على اليقين شك ولصعه يقين إنه حلو لسه يعني وحي وهبي إنه مركزي ومركز ويعني ومركز وكل شيء تصالة هذا الوحوي أن المصلي إذا شك في صلاته قفكي تكرى هدو كشك في صلاته كم صلى إمسو تكذي ثلاثا أم أربعا سدح مصعفر فلم يدري من أو يقان فإنه يبني على اليقين يقين بكل شيء وهو الأقل يقين تنوى نمبر كير ما قرأتي يعني سدح ما تكتب مصعفر أوكي سدح و وهو كان أفراد الشك وكجرا ويطرح الشك كان أفراد الشك كان هو سكت وريا هذه سلا أسميه مركز يعني قبل السلام ونقول وقت محل سجود حديث كيسر وحديث أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يقول إذا شك أحدكم في صلاته متكين صلاة يسعده كشكي فلم يدري كم صلى ثلاثا أمر معه وكشكي إمسوا تكذيما سدع مسافر فليطرح الشك شكك هسكتور وليبني على مستيقن وحي وهوي هكل الصلاة ديسا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم انتو سسلام نقصنين لما سجود هل يمادو بركة هسلام المقصود فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان هدي أي تعين شنت كذي صلاة دي سبي شفع كده جيسايو يعني نمبر ثلاثة من بي كده جيسا وإن صلى تماما يعني مركي ولده أفر أها ومركز يرك هذا وكده للشمع النقطة يعني سجود وحي كده جيسا يعني الشفع صلاة دي شفع وحلي صلاة يعني نمبر كأن كسي جاهين ربنا ربنا بي كده جيسا وإن صلى تماما هذه وقت سدي سحب أي تعين شيطان بي مركز دل شيطان كي وسواسي بيدل كتها يوصل كيسا عيد ويعني أفق صنك روك وقليل ويمعنى قوله الثانية مد اللبان نوحوا شكي أو مع التحري دذال أولجر شكي أو لكن مع التحري دذال أولجر دذال وافكري وحو يفيري وحي مكي وكشكي وفيري وروعت واحا آخر سيح وكوحا سوالا وكوحا وكوحا آخر سيح وحي وكشكي هاي يعني وحاو عدات مركه
sida asaga uu ay la tahay oo wixii uu ka shakinayay inuu la yimid maadaama uu shakiga yimidna marka hadda sujuudu saawigii buu la imaanaya laakiin bacda salaam bay noqonaysaa faidaa taxaraa watabayana haddii uu dadaalo oo u caddaato lahumaa sallaa wixii tukaday wahtada ila sawaab sawaabkiina uu ku hanuuno fainahu yabni calayhi kaasoo wax ku dhisay wayasjudu sajdatayn كان وحاول دليل حديث كي عبد الله عن عبد الله حديث متفق عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال كذا قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص ما قرناي ما زياده اما نقصاني فلما سلم مركي وسلام نقصدي اي وحا لو يقول احدث في الصلاه شيء صلاه ما وحبا كسو كردي رسولك الله فقال وحين وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا sida sidaaba u tukatay yani saasa yani marka nabiga waa fiiriye salaadiisa de markaa ziyaada iyo nuqsaan u muuqda ma leh fasannaa rijlayhi lugtii sulaabay yani waa sujuud uu si diyaariya wastaqbala alqibla qibladu qaabila sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallam waa ka baxay salaadii falama aqbala biwajhi علينا بوجهي مركي ودمي فلما اقبل علينا بوجهي وجهي اسمكم سوق قابلي قال وحل انه لو حدث في الصلاه شيء لنبأتكم به صلاه دي دهدي وح كجيران وان ادين شيغي لها وهذا وح كجير ما ارك ولكن انما انا بشر مثلكم بشر اذن اذا لم ابان احي انسى كما تنسون سيد ضحوها ما تامر وها الماما فاذا نسيت فذكروني هدان هالمامو يحسوسية وإذا شك أحدكم في صلاته متكين صلاتي سهديق كشكيو فليتحرى الصواب سيد الصواب كها كود دالو فليتم عليه حتى ميالو ثم ليسلم السلام عليكم ثم يسجد سجدتين يبركاس هذا السجود لبس سجدوت ما عرفتين ففي الأولى قبله تنقوضه يعني الشك مع اليقين قبل وحويا كهر وحلت كان السجود يا يعني سلامة كهر وفي ثانية بعده انت سوى ونوع دائما سجود سهو يحكم تلوتا عن صور روري معناها وحاير هدي قفك يعني سجود سهو مروى الببو اللي ما قبل السلام سيد الشافعية وحبر بماله هذول لي ما بعد السلام سيدا حنافته لب ماله هذول سيدا حالها أكل قادم وفقه قاسي أحاديث سوى طبقة يعني أي حالات قاسي يعني وحسوسا كرنا إيه ذا نود سيدا سسم هذا يعني ما أردت وافق سن مركا سيدا ساك قبل حينا ويا وحيا ما أنا بحنا مكينا كود الروحي لا سجود على من سهل في صلاتي خلف الإمام قف كهدي إمام ولدت كناي وساوي وقال سجود ساوي لقى بره ما حيل سج إمام كيسة أيوة الله صعدا يعني مأمومك حدي وساوي كوي ما ذو مأمومك وقف كس إمام جلس كت كناي إمامك أي كحم باري سجود ساوي لقى ما بره بارد أسوينا الفهمنا طلبات حدي صلاة السنة أسوى تكناي وساوي كوي ما ذو سج صلاة فرض كلا متى صلاة الله وأسكمت يد رفت كذا سجود ساوي ولا إيمانية تنسدحات صلاة الجنازة لحد هذه وسهو كل ما سجود سهو لما لا إيمان معي محي صلاة الجنازة يلعب سجود لهين ثم أفراد هذه لبس سبب وضو سهو أي كل ما صلاة لحد هذا ما لبس جرب سجودها ولا إيمان إياه مثل مركلية جواب توحوي مركلية أي ولا إيمان إياه مركلية إنه قدامه إلى لا نعلم أحدا خالف فيه وإن كان السهو من جنسين فكذلك حكاه المنذري قولا لأحمد مركز سلاسة ورمضوا أبا يعني أي ما أسكوين ما عين إن هذه اللبسة وضعي كل ما لبدي سجود سهوي ونصد هذه يعني لبدي سجود لبد جاب صلى الله إيمان لبد سجود كليا ولا إيمان باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة هذا أيان باب كذي قالينا مرك باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة اللي قلت كذا صلاة الجماعة وحوي صلاة أي وضدك وضدت كذا أو إمام وتجناي صلاة الفرد وصلاة قف كذي قلت كناي
صلاة الجماعة أيام مركز أنت كبرينا، وفيه ثلاثة ضوابط، سدح ضابط بين لابا هي أم سدح قاعدة. الضابط الأول ضابط كهرة يتحمل الإمام، إمام وكحم باري يعني المأموم قفكي سجل لتو كلا ستة أشياء لح شيء وكحم باري يعني سجل يعني كقاضي القراءة قراءة وأركي دونا سجود السهو سجود ساوية هدي أسير ساوي وكيمة الإمام كيسة أي قاضي سجود التلاوة هدي يعني محوها سجود التلاوة قرآن كل آخرية أو آية تلاوة سجود التلاوة كل جل تلا آخرية أو ما عرفتي هدي مركع السجر سجود ما يمأمون كم حيل السجر وحو للصعدة أو لغو لغو حكمه إنه إمام كيسة راه أفر السترة سترة دي wixii hortiisa uu dhigan lahaa markuu tukanay sagal imaamka ka qaada maadaama imaamku ka horay imaamkiisa sotro ah ducada qunut ducada qunutka iyadana ma aragtay imaamkiisa ka qaada tashahud awal tahiyyat ka hor aan masbuq ninki qofki salaad laga hormaray oo salaad gadaal ka yimid adabid thani adabid kalabat ahwal ma'mum ma'a al-imam xaaladaha qof salaad imaamka la tukanay إمام كيسة مركي الله في أفر شيوي مساواة السجع إيا إمام كيسة إني وضع يعني سلس يعني سلس صعبان مساواة وعوي السجع إمام كي الله أكبر بي مروض لها يعني صلاة دي ركوع لي مروض ركوع يعني ويوزو أمر بسوء ذكا عين مروض سجود يعني تاسوا حالة وتخلف إن أو دب أو قدعه إمام كي مركي أو ركوع ولا سقوا تاعية مركو سمع الله لمن حمده أو يلا ذو سير الركوع دي آدية تخلف وإذا نتاس يلا ما رتي لما الصعداء لما نسمنا تنسدحات مسابقة ما ممكن بقى كحر مرة إمام كي أنتوا سر ركوع أو ركوع دي سي آدية ما قرتي تن أفراد المتابعة والراعي إمام ما ممكن وراعي إمام كيس فالأولاني لبضح على ضوضه لمساوات كي يتخلف مكروهاني وكراهوي يعني وحفي عن معها إلى الإمام كاذي لسمنته فعل كيس إيه وقت سيدو أسجر وسمينه وأنا كدم بيني وكراه سيدو كان إنا تكدم بيسوه دم بين يعني إيه وأي كان يسأله مركو يعني ركوع اللي كسر كان سمع الله ويلا هذه ولي فات حد يدخل ميسو يعني وحاول لصعن يدنا وكره مسابقة تنو وحرام والثالثة تدحان محرمة وحرام يعني إلى الإمام قال كور مرتوا حرام وصلاة كبر يسوع والرابعة هي السنة ثم أفراد السنة ومتابعة إنما جعل الإمام ليتم به ويمنع على أساسه إمامك وحلاه يعني إن لو ديده بركة مركي فإذا كبر فكبروا مركو الله أكبر إراده يا أذين الله أكبر لذا مركو ركوعه وفور صدوه الركوع يعني أذين صور ركوع عيسى مركو سمع الله لمن حمد الأستاذ يعني نسو أستاذ عيسى مركو أتراع عيسى الضابط الثالث كان سيدحان أعذار ترك الجمعة والجماعة عذر هذا لأقول يا إن لو قتل الجمعة هي جماعة صبعة وتضبط محاضر دارا والله أقول يا صلاة جماعة قفك إنه كجهر أو كل يوتك المريض قفك حنون صلاة جماعة وكهر كرا الخائف قفك بقعي وأمني سخطر كجرا دوم سيبح وضلع أما حولي أما نباتا عبس باجف المدافع كي أي ريحين لأحد الأخبطين لبدي حكومي قف يعني مسخول باهم وعلاش اللو قد بقيه محو جماعة قال يعني صلاة يسلم وحوي قلبي يسمجه ما كان هرتا سولي يسكا هذا سو حاجة قلت هذه جماعة هذه بحذا كل يسكت كنا من يخاف ضياع ماله قفك مالك يسينه ضياع كبقية وقف وقت جواي ما كعدي وقت جل توبة مش جو المطر رب ذا يبرن وقفك هذه وصعده وكرة فاضة مثالك عزيز أو الريح الشديد أما دميل عدك باجس أما سبرف بدم بعد أي أرثي وبا درايفين كي باب الوديد صعد كي بدم بعد دبا
تطويل الإمام تسدحات اللحاد وحوي تطويل الإمام عذر هذا لو قلت كرويم وحوا كم إذا تطويل الإمام إمام كوحو ديرين يا تطويلا مملا ديرين دت كدال نيس مثلا وحوك أخرى سورة البقرة يركعتك أخرى يا على صلاة المغرب أما عشاء أما مركدتك ودت حنوصل ما كنت جرمت دالا ما كنت جرمت يعني مركا مركا سيدا تهي وسيدا قفل لقويا قانو يهي وحويا أقوب بنات قفك إنه مساعد كلاو آذو ما قرتش أما دوسا هاي سنين كل يؤتو كلا تقصير الإمام تقصير المخلنا تنتظبات وحويا إمام كيا وحقوق قابين هاي صلاة قابين فول حنو ومقف دك دك تيسا للاسعون كريم أو يعني أركانتي وحلاي هاي طمأنينة دي يحصلوني دي صلاة اللي يعني ما بجلت أنا مرق قفكي وحال لقيا بلت كنا إنه ما الحنون وكنا حاصله ودق دقايو أم أصل توتة ورد دايو تاسو كنا مرك أقوى سنة أعدارتي وي واي أنت كتاب الجنائز قارن أنا فاهمينه مرق قوة أنا فاهمينه أحواشا إن شاء الله عشر كنا ما أنت صلاة الجماعة وكسر سيئة واي يعني أحكام تلت كنت على صلاة الجماعة حكم كده هرتك صلاة الجماعة مواجبة مسوى سنة مؤكدة مسوى فرض كفاية محيطها صلاة الجماعة اللي قلت كذا ده رجع لقاها ليا وقالتين مساجد للسنة صلاة الله اللي قلت كذا وضعتك اسكفوا ذي السنة محا صلاة الجماعة حكم كان محيطها وحالي لي كو رأي كوات أنها واجبة على الأعيان قفر بو ويا لقاها ما إنه ما عرفت أذانك مقلعين وأوك إيمان كر إنه يمال واجب يقطعه ما حاسين أنا وحقبه يعني لقوا عبد الله المسعود أبو موسى الأشعري عطاء أوزاعي أبو ثور مذهب أحمد وي ابن حزم شيخ الإسلام سيدنا سدورت محيد لي شنه محيد لي شنه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة حديث صلاة دي خوف صلاة دي عبسي ذيذ الجهاد لجوجر اللي جماعك وكذا يا سامر كنا قلنا سقف نك ونبت جليا قبل إنه صلاة كل جيس سكت كده جماعة لان وتكلم عيد اللي شدهم هذه صلاة دي خوفك على الرخصين ما قرتي إن كل يعني قف قارقار اللي سكت كده جماعة كنت كده ليه تنكرنا وكسي أو ليش أنت هبي هذا ما أعرف وواجب وكقاتل هلك وحكى له كقاتل حديث ك سير البخاري مسلم يسوع صار إنه حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجودي أبو يري وحول الله نفتي إذا عندك كل شيء كل أرتي وحان همي إن إذا قريها لصوقه ودك دتك قرية لكينه ثم مركز دتك عن أمره إن صلاة لتكذو إمام عيراد تجي دتك وجماعة دي لقلو ولو آدم وجماعة دي لقلو كدبنا عن صوبه ومركاسي إماده كوا قريه دي كتو كناي مركان أن قريه كبه أنت قريه صار دبك دار سبحان الله حديث كتو حديث بغضب قلنا رد حقيقة هذه مركة قف كي جوزي سكوت كنا إيمان هميين نقولي كبر ومسالك ما واي والنبي عليه الصلاة والسلام ويل هذا رنتي أي أدلي شدين ويواجب لماذا صلاة الجماعة على تاس أدلي شدين يعني فما بال قف كأن تكنا إني بمرك كي جوري جيس كنت كنا وكل جيس ورجع حديث ذا لير وحكروا كم ذا حديث كنيك إن الله ورسولك ويمن ويل يا رسول الله قف مسائل فيه جامية مره برجعي مستجدت كذا مركز النبي هو أقراضي فلما ولا دعاهم مركي ودقائق ويري وحلال تسمع النداء بالصلاة أذان كما مقشى قال نعم قال فأجيب سو أجيب ويردد أذان كما قشى مله عذر دار صلاة مسائل في إمام مسلمين تلتو ما عرفت قول كاسو أنت سو أدلة وحي قدر يشدين إنه واجب أي تاي صلاة الجماعة قال الله لبعض صلاة الجماعة هو فرض كفاية إيران فرض كفاية معناه ما هي
هذه دتك قار أي تكبان هذه ملالبة أما ماشي مسلمين تكون نوشاي وح صلاة الجماعة تكذب هذه اللي وهي كل ود ودم بابيا لكن هذه قار تكنا إلى هنا أو مساجد يكو جاي صلاة دم بجنتي كلو كذا عيا فرض كفاية على دوار سلاس سلاس هنا وح يري إمام شافعي الرواية عن أحمد ساس وكلا وحين الدليل شذين أي جنا حديث كمثلا هل تصلى هل دليل كسر قامه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة حديث كاسو سجل البخاري مسلم صارم صلاة الجماعة وحي كفض لي بغنتها الصلاة كل لو تكره تضبي إيه محوها لباتن جير أي كفض لي بغنتها ساسي ساسي مارت ودليل شذين مركا ألقى وحي لين صلاة قفك إنه يكلا فضل بضيهم بحديث بتصيا يقفك يكلا صلاة ديسنا إنه تكلا إيو وكل جي أها إن صلاة ديس إنه أوكي صح طيب الله قاضي ليا بير هذا لكن وحى لو على ليه كلا قف كاسيو قف يعني جماعة واي هديه وياه وكل جي تكلا وحى فضل جي صلاة الجماعة وكلا مهلا صلاة فردي صلاة يعني فرد يعني مهلا يا والله ليه كلا على كل حال حلقة سيد ليشدن أي جناح إلى تفرض كفاية. قل صدق هذا أبو حنيفة إيمانك الرواية عن أحمد هي رواية كلا شافعي أي جناح إلى سنة مؤكدة سنة قبل وقت كيوي حديث كان لفت سيد ليشدن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة ما عرفتي حديث لم يدو معناها كنا أي ليشدن مركا على كل حال صلاة الجماعة فضل جيدنا هو جيدا فضل جيدا واتن هذا اللي شيء تدري لباتن درجة رواية كانت 25 درجة جماعة مرك إيم سي كحرنتا إيم سقف أي جماعة ليه كلا وحي كحرنتا الله بقي وحي كبرا الله بقي وحي كبرا الله وقف الدنيا وقت كذا بريا حتى دي اللي قلت كذا جماعة اللي قلت كذا الله وقف وحي كبرا إن مركز صلاة الجماعة أي سلاس الكحر بيسخ ضابط كلامه قف في إمامك أو حك قاضية وكحن بارية ممكن لح شيء بك قاضية أولا قراءة الفاتحة عن المسبوق وحصومرني أركان الصلاة عند قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد فاتحة إني ركن وطاي قف في إمامك يقف في مأمومك ولت كنا يقف في منفردك وأنه لا تصح الصلاة بدونها لقولي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة ملك قفك أن أخذ من فاتحة الكتاب لكن هل كان وحا لقصوا استثنونيا وحا لقصوا ريبيا قفك مثلا قدال بوكيم فاتحة ذي مركي إمامك الركوع سنبو وسو قاري الله أكبر بو الركوع يقول لك قلي قفك فاتحة ميو أخري ما أخذ من مركوا استثناء تاسوا لقصوا ريبيا فاتحة ذي وحكا حنباري إمام كي باكحن باري وصلاة دي سنة صحوي من السوح لنهي وحنقول دليلا حديث أبي بكرة وبخاري كجرة من أبي بكرة اللي راه أي يعني وحوصمي صلاة دي والكجرة للركوعي أي أنتو صلاة ركو أركئين للركوعي بماشي وتاقنا الله أكبر أنتو يري يصبر ركوع سنبو صور صعدي إلى صفكي ولا صور سنين مركي صلاة اللي قبل حيبو النبي عليه الصلاة والسلام كم وأقفك سلا سمي مركي الله شاقي أيو النبي ويا روحي لذاتك الله حرصا ولا تعد دلال الله كوزي هذه سلا هولابا النبي عليه الصلاة والسلام نصو مونا أمرين إنو صلاة دي سوء لي مركي هكا وحالقا فامي إن فاتحة دي قوسا أخرين وحبا إن ود منه إمامه كحباري تلما سجود السهو سجود السهو إيقا إيادنا مارتي قفكا سمأمومكا هذه سهو وقل سهو يسمع أنا ماله مر بعض إمامك لا تكناي إمامك أيها كحم باراية لما أتم على مركز صلاة سهوته تسيد حال سجود التلاوة هذه إمامك وأخري آية سجدة كجرتو منك مأمومك ليه ما آية سجود وهي وسجود هي بحال السهو حال أمر إمامك يسأله لا صعد أو دبقل إنما جعل الإمام ليؤتم به إمامك وحاله يلي إن لوجد يضه وإلا خلافه معه تنسي دعال السطرة سطرة وحاوية وحقفك قبك المركب تكنا يهورتي سوائل وحدكتا ويسيقق قد بادات خورتي سوماري هدي لكن هذه إمامة كده بتكنيس إمام كاقيمة السطرة كوة ونب مالعين هذا وما باهنين
ما أردت إن السطر أما الشيء هرت هذا نقطة سيد سجى على سدات هرت هذا صوم رأي تاسنا إذا أنا ما أردت سطرة الإمام سطرة لمن خلفه إمام كما دام أسجى السطرة أولي هاي يعني أما دربجة أما الشيء هرت سنتي دتك كلامه سطرة دي سأم بعض سطرة واه مركا إذا نتاس أم بعض دت كاستورة سجى هرت صوم رأي لها واي سواء كان الدعاء القنوط سواء كان في الوتر أو في النوازل دعاء القنوط هذه أم وتر الأخرى أم النوازل فإن الإمام يدعو والمأموم يؤمن يعني مأموم يسجنا لما إيمان أي يسج وحقو آخر معي إمامك مأموم كنا آمين بقرآن يا إل يعني إنه آخر يسجنا هذا اللهم هدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وأسجنا ويرى هذا لو ما بعنا سجوا آمين سنة يا تنكر التشهد الأول عن المسبوق تشهد كي أما التحيات كي هنا قف كي صلاة دا لقلا يعني كسر داعي معنى ذو حوي قف با يمت صلاة يدو لقلا هرتيسة صلاة وحوس بصو بيري يدو رك عبد الله بعد إمام كوجرو رك عبد الله بعد كوجرو إمام فعندما يقوم الإمام مرك رك عبد كواد وعند عرفت سك تيل بعد وصهلان مركو إمام كاستاجي أو تيسة حد ويستاجي يتي أفراد استجنا مكي مكي صوت ده هم حو يستاجي تيسة حد أتي لباد يتيسة حد مركو تم يعني مركو إمام كلا ما يسوع عد كلا أول ما نسوي والله إيمانية مركو تشهد كي ده هي وحكة حمباري التغيرات يوصل لا يعني هرة وحكة حمباري إمام كي كحمباري قوله الضابط الثالث ضابط كالسدحات يعني قاعدة السدحات وأرنتها كسر سن صلاة الجماعة أحوال المأموم مع الإمام أربعة قفك مأموم كا كنت لدت كان إمام كا أحوال شيسة إمام كيس مركو لدت كان أفر مساواة سنان إن السن سمنادان وهو أن يساوي الإمام وهو مأموم كي أن يساوي الإمام إمام كي إنه لس من يهوي في هيئات الصلاة صلاة هيئات كذي فإن كان في تكبيرة الإحرام يعني وحيابه إمامك وسمينا يبو سجل لمد سكمر بي سمينا يا لكن فإن كانت في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام هدي أي تهي ومركي صلاة وحرمنا تكبيرة الهراء هدي سكمر الله أكبر إيرادين فإن الصلاة لا تنعقد ولا تصح صلاة دي سمابة أين حرمين من أصحين أما وحي كسوهاري تكبيرة الإحرام وكراهه إن الإمام كان لسعته يعني كراهه ومعنى معنى بحيث هاي وح في عن ما أسمين يصير لكن صلاة هذا ولي و يعني مضبورين أو صلاة هذا واسح لكن هذه تكبيرة الإحرام أي تاي تكبيرة هراء صلاة اللي هو قاله والركن جاء صلاة هذا مركز صح معه ويبرتوي قوله حالة اللي بتخلفه ودبوا نع مأمومك وكذب نع يا إمام كيسة فإن كان لعذر هدي عذر وجرس نب عذر قف كان مسوي حنوسيها مركا حركة ليس داهيس يعني مركا وانا دلارية فإنها لا تكره لما كراي سناي أما إن تخلف لغير عذر عذر الآن هدي وقدم لعي فإنه يكره له ذلك يدنا ولا كراي سناي فإن طالت المخالفة لغير عذر هدي خلاف كاسي أما تخلف كاسي عذر دعاء الآن تأي ديراته إلا كذب دعاء إمام كيسي وحكم ذا لبر ركني وحكم ذا إمام كيوار ركوعي السجن هو لفاتر كجرا إمام كيوار وسمع الله لمن حميد أبوير السجن هو لفاتحة كجرا إمام كيوار سجودي ولي وتاقين فاتحة كجرا ده مركاسي فإن بعض أهل العلم وحيرا ذا يرى بطلان الصلاة كذلك قفك صلاة سويبرت حيث لا بركني يحكم بدن انه قدم بيو صلاه زوي برت قوله مسابقه تن كلام وحوي انه امامك بكهر مرايه يا امامك او فاتح ولي غير المغضوب عليهم ما لها مرايه ما ممكن هو بصير ركوع ما قالت واسي واسي كهر وكذا اذا سبق الماموم امامه فلو حالتان اذن ولا بحاله اي يسبقه في تكبيره الاحرام تكبيرة الإحرام أيو كلهر مري تكبيرة الإحرام صلاة تكبيرة الأولى تاس خلاف كمتى العلماء بعد ذي
إني سلاديسو أي باطل تهي والبرتي حيري نبي يقول إذا كبر إمامكم مركو تكبير صلاة فكبروا إنك لا تكبير صلاة تلبا أن يسبقه في تكبيرة غير الإحرام تكبيرة الإحرام كما هي وحي كلا أي كلاه المري فيحرم وحران وحران كلاه المري والصلاة الصحيحة إن كان عن عمد ثم رجع سلادي سوحي صح نقول إذا هدي ولا كعوية لي لكن وكسر لابتي ما قرتي يعني مثلا وكسر لابتي ولكن يا إذا لكن تعمد ولم يرجع لكن هذا ولا كعو سمي هذا نقول كسر نقول ما قرتي يعني محوها مركاسي إذا سلادي سوي برتي وي برتي سيدا سنو الشيخ سنو دورتي الشيخ محمد صالح ابن عثيمين أبو هريرة حديث نبي مكوري أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار ميونة كبق يعني متكين مركو ماذا حيث كل صوق هذا أيوه إذا ركوع الوجر إمام كي سكور إنه ماذا حيث ملح دمير وكذبه أما صورة دي صورة حمار وكذبه مركي ملح كل صوق هذا ولك حديء كان نقضه صلاة دي صح لكن هذه ولكع وسنقوه وضوه سليسة لوي برتوان شرم تنس أفراد وحوى المتابعة راعد إمام كلا راعد وهي السنة تاسن وسنة دي أسيرة السنة أن يتابع المأموم الإمام مأموم كي إنه ما عرفتيخ إمام كي سوء راعد في سائر هيئات الصلاة سيدة سنة النبي أمري فالأولان لبض يهوري لبض رمحيهم مساوات كي تخلف كي مكروهاني والثالثة تتحدث وآهي يعني بحية تتحدث مسابقة إنه إمام كورما محرمة الحرام والرابعة هي السنة برك إن المساواة والتخلف المكروهان ولمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحان تسعي إن متابعة أي إذا صحتها نبي محمد إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث كي معرفة البخاري المسلم أي صوص عليهم نبي إمامك حلوا يرئن لوجود ديدو فإذا كبر فكبروا حدو الله أكبر إذا ذين كان الله أكبر بهاي وإذا ركع دمر ركوع كذب فركعوا ركوعا وإذا قال هدي إلى سمع الله لمن حمدا فقولوا حاتر أذان ذين كان ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجد يعني كذب به ممكن الضابط الثالث ضابط كسد هذا مقاعد الزاد أعذار ترك الجمعة والجماعة أعذارتي يا أعذارتي صلاة الجمعة اللوغة تقاي المريض قفك حنون صلاة قفك ديو حنون سيحي عذر بيوتها إن الجمعة دي جماعة دي كتك كرم حير إلهي وحير فاتقوا الله ما استطعتم انت أودين إلهي كما قمر كدوسان أودين إلهي ما أردتي ما كلفين وحكى لولود الحديث عائشة نبي عليه الصلاة والسلام حنونك وكل انتين صلاة الجماعة دي كهري سوى مسايد في الدرس كيسها وحوري لمرو أبا بكر فليسلي بالناس أبو بكر هلا عمرو ذاتك إنه تجيغ ابن المنذر وحوري لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض وخلاف أموغي أهل العلم إن خفك حنوصا وكذب بذلك الجماعة حنوكي سدرتيسا حتى مركا حنوكا سي مركا وصل لي مانكري وأقبع أنكرا خائف خفكي بقي الخائف خفكي لبعض خفكي بقي أودده أما توب ضد وشفته دبعتين نسيء يعني وقبقي استجن واكد بعكرا واكد بعكرا وحير من عثيم من هذا النوع الرابع مما يعذر فيه بترك الجماعة والجمعة والجماعة إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق ومعه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت الدابة نفكيس إنه عرّو كبقية ما حوليس إنه لدعو كبقية أما إسألت سنرتيس أبقية تنكالي وحوي المدافع لأحد الأخبثين وفكي أي ريح ريح أين لبضي حكما كان إصحره لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين صلاة ما لها قف عنت الله صور لقي إلا قف لبضي أي حما أي ريح ريح أين الأخبثان هما البول والغائط واكا وحالا إذا
gaas ka baxa qofka isagana maaragtay inuu isku celiya ma aha, waa inuu maaragtay yani salaada marka kadib markuu nafiso uu soo weysaysto. Sababtu wuxuu yiri Sheekh Maxamed Saalax Ibn Cuseymin raximahullah, ina almudaafacata taqtadi inshigaalu lqalbi can isalaa, waxaan qofka riixriixayo ama musqushi u baahan yahay haduu salaadu ku galo waxay ka mashquulinaysaa salaadii, khalal bayna ka gelinaysaa cibaadadii. Sidaas darteed qalbigiiyo degan iyo qofkiiyo degan inuu salaadiisa galo ayaa la rabaa. Tan kale man yakhaafu diyaaca maalihi, qofkii maalkiisa inuu lumo uu ka baqo, isagana waa soo sheegnay almataru wariixu shadiid, roob ama dabeel daran ama baraf ama wax adiga u diida qofki inuu maaragtay inuu imaan karo masaajidka, ayagana acdaartaas ay kamid tahay. Tatwiilu limaami tatwiilan mumilla, waxaa kamid isagana imaamkiiba wuxuu u dheeraynay salaadii dheerayn daalinaysa dadkii la tukanayay, daalinaysa ama wuxuu u gaabinaya gaabin dadkuba ayna la socon karin, yani oo dadku ay ku rafaadayaan. Masalan markuu ruku markii uu gacmaha lobin saaro samica allah, waa sii ordaya sida ay yeeli jireen dadka soomaalida markii waayar taraawixda ay tukanayaan, way diyaabaysaa sida saa ay u tukan jireen, ma garanay meelay noocaas meeshay ka helaan, waaba madaxa kugu xanuunayo. Yani waxaa lagu tukanaya 20 rakaco iyadoo yani muddo 5 daqiiqa ama 10 daqiiqa maaragtay. Marka aad bay maaragtay, marka taas taqsiirkaas imaamka taqsiiru mukhillan isagana lama ogol. وعلى دليل حديث كي جابر من با صلاة ويمت استوى معاذ بن جبل وتدينا صلاة سورة البقر وقات أما سورة النساء ننكي مرك واسوي وانين دالن بو أمانة من شقينا حول حول ليا مركز صلاة وصلاة تجي أنت وكم قصي وسكت كده وابح معاذ الله شاقي معاذ مرك الله شاقي معاذ ننكي بو ويري وربح حاكو دعي منك صلاة دكا عربي يعني فلا نال منه يعني وحبوك كشاقي معنا نكا معوية نكا صلاة إذا لو قدر كبحي نكا ما ورك الله شاقي نكا نبي وصل دعوة دي وعير معاد بساسة مي أنه كبحي هدنا إسيق عليه وإسيقي بقى إيها يستمع والكاسو النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أفتان أنت يا معاد والمعاد ومددك في اثنين إيسا فلولا صليت بالسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ما كنت تجسي صلاه العشاء ذاتك سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى تذهب مالتي دون الدالنا الى استحضار ربه سوره البقره الى قبسته فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه وحكولته كان يمد اضيع قف تقدر قف دليئه ودقدق سنه حولب وحريين مركه اد بو النبي عليه الصلاه والسلام وعلى أنت معاذ مركز سلاس إيدنا وحيابها وحيكمل تبارك سلاس وكذا وإيه وحقد رأينا الفوائد كلا أو يعني دقدقة دات كمرك لا تجينا إمام لماذا وحق وحق له قفك أو قرآن بدن قفك أو قرآن بدن أو قراءة في عن أيات تجينا يعني سلاس وكذا أقرأهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله dadku waxa imaam uu qoray qofka ugu qiraa ba fiican kitaabki ilaahi hadii qiraa'adu ku siman yihiin fa idha kaanu fi qiraa'ati sawa fa a'lamhum bis sunnah qiraa'adi hadii ku siman laakin midkood uu sunnada iyo xadiithu uu kaga fiican yahay kaas ma imaam uu qoray hadii taas ku siman qofki hijradiisi ay horeysay dawaaga sad hijraha dama jirtee hadii hijradu ku siman qofka yaani ee muqta labadooda dadka soo islaamay qofka soo hor islaamay ee qofka day daana xataa way hadis kala sheegaysa marka waka sidoo kale aadaabtu waxa kamid ah ee qofka imaamka raatib ee masaajidka isaga u haboon inuu dadka tujiyo qof uu maar inuu iska soo gala ma aha yani qofka masaajidka imaam waa isaga ma mar rabo tujina ilaa inuu qof isaga idmo mooyaan sidoo kale qof hadii gurigiisa la joogo qofka gurigiisa la joogo isaga imaama halka uu ka istaagayay qofka maamuumka imaamkiisa hadday laba qof yihiin midig buu ka istaagaya yani ayagoo siman midig buu ka istaagaya hadday ka badan yihiinna gadaal bay ka istaagayaan hadday haween la tukanan haweenkana gadaal bay si istaagayaan waaye
waxaan ku soo gabagabeynayaa salaatu lmunfaridi khalfa asaf, qof haddii uu keligii yimaado oo safkii oo buuxa u yimaado keligiisuna uu yahay, meeluu ka galana waayo oo keligiibaa saf samaynaya, muxuu yeelaa arrintaasu? Waxay yidhaahdeen waxaa isugu khilaafan, haddii uu keligii tukado salaad qolatiini baa jirta, salaadiisu saxiix ma aha. Waa inuu qof suga la galo ama safka meel ka ciriirsadaa. Saabay yidhahdeen, waxaana sidaa qaba Axmed, Isxaaq, Nakhai, Ibnulmundhir, waxayna daliishanayaan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيده. النبي قال قال كيف صلاة كل جي تكنا الصف قداش في كل جزء صلاة سوء اللي بويل. قول كل بات صلاة دي سوء صح. هذا حتى بكل جزء ما تكذب. أبو حنيفة مالك أو زاهي شافعي ما قال ما قرأتي. وحين أدري شد الحديث عن صومر أبي بكرة أو يعني الله أكبر أنتو يري مركز الركوع صوت دقائق keligii safka soo galay. Nebigu wuxuu yidhi zaadaka allahu xirsan falaa tacud, salaada soo celi muuna oran. Qowlka saddexaad waa tafsiil, in la kala saaro. Haddii uu keligii sabab ay u keentay inuu keligii meesha uu tukado, salaadiis waa sax oo ma aragtay cudur jira, mase dad buu waayey, dad ma jiro, keligii waaye, salaadiis waa sax. Wa in farada ligayri cudrin, isagoo safkii meel uu ka banaaya uu geli karo ayuu keligii gadaal ku tukaday, ma garatay salaadiis markaas ma ansaxin, salaadiis markaa ma ansaxin. Marka sidaasaa mooda inay raajix tahay tafsiilkaas. Haddaad meel ka geli karto inaa meel ka gashaa oo salaadana sidaa maaragtay waaye. Amaa haweeneyda, salaatu lmar'ati fii beytiha afdal, gurigeeda inay ku tukataa u fadli badan, min salaatiha fii xujratiha wa salaatuha fii maqdaciha afdal min salaatiha fii beytiha. Yacni haweenka guryahooda inay ku tukadaan ayaa u fadli badan, lakin haddii masaajidka timaado yani waxba dhibaato amala jamaacadu way isuu tukan kartaa. Lakin fadliga marka la yihaahdo haweenka markay tahay salaadeeda gurigeeda ku tukanaysa ayaa uga fadli badan salaada kale ay ku tukanayso masaajid. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. Insha allah darsigeena maanta waana nagu dheeraada intaasu ku egyahay. Intaan darsi dambe ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.